الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نذكر الموجهات المركبات. ذكرنا أن البسائط كم؟ الضرورية المطلقة. بعد كده عندنا الوقتية والمنتشرة المطلقة، ومشروطة عامة. كده الضروريات الأربعة، خمس. بعد كده عندنا مطلقة إيه؟ مطلقة عامة. قبل الدائمة المطلقة، خلينا نكتب دائمة مطلقة قبل المطلقة العامة. دائمة مطلقة، نكتب هنا ايه؟ عرفية عامة، صح؟ بعد كده نكتب ايه؟ مطلقة عامة، مطلقة قبل الحينية. تمانية، حينية مطلقة. تسعة، ممكنة عامة. حينية تبدأ بمقلوبة يا شيخ علي، ممكنة. احنا بنجيب ادي الضروريات الأربعة، ادي دي مطلقة، تمام؟ دي مقيدة بوقت معين، دي مقيدة بمطلق وقت، دي مقيدة بوصف الموضوع، وكل دي ضروريات، يبقى دي الأصل بتاعها، وعنها تفرع الثلاثة. بعد كده عندنا الايه؟ والمشروطة الدائمة المطلقة، دي الأصل. ثم إذا قيدت بدوام وصف الايه؟ وصف دائم للموضوع كانت. بعد كده عندنا مطلقة العامة، إذا قيدت كانت وممكنة، إذا قيدت كانت حينية ممكنة. الوقتية والمنتشرة إذا ركبت مع قيد اللا ضرورة ولا اللا دوام؟ دي واحدة بس. الوقتية المطلقة ديت وقتية مطلقة، إذا قيدت بإيه؟ وقت معين، وقت معين. طيب ولو كانت غير مطلقة؟ القضية الوقتية المطلقة إذا قيدت باللا دوام كانت وقتية غير مطلقة، والمنتشرة المطلقة إذا قيدت باللا دوام كانت منتشرة غير مطلقة، والمشروطة العامة إذا قيدت باللا دوام كانت مشروطة إيه؟ خاصة، والعرفية العامة إذا قيدت باللا ضرورة، صح كده؟ كانت عرفية إيه؟ خاصة. والمطلقة العامة تقيد بقيدين، لا دوام ولا ضرورة. يعني ايه مطلقة عامة؟ يعني فعلية، يعني وجودية، صح؟ فده تبقى وجودية، لا لا دائمة، اللي هو الوجودية اللا دائمة، ودي وجودية اللا ضرورية. والممكنة العامة تقيد باللا ضرورة، تدينا ايه؟ ممكنة خاصة. يبقى واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبع موجات مركبات. عرفتم تطلعوهم ازاي؟ احنا شرحناهم المرة اللي فاتت، فهمت؟
يبقى كل واحدة تقيد باللا ضرورة أو باللا دوام. هذه الضروريات تقيد باللا إيه؟ باللا دوام. يبقى كده عندنا هذه وهذه وهذه تقيد باللا دوام. عامة تبقى خاصة، منتشرة مطلقة تبقى منتشرة غير مطلقة أو منتشرة خاصة، وكذلك الوقتية. العرفية العامة تقيد باللا ضرورة تدينا عرفية خاصة. المطلقة العامة تقيد لإما باللا ضرورة أو باللا دوام تدينا الوجوديات، الوجوديتين. ممكنة عامة تقيد باللا ضرورة يعني بالإمكان العام، يبقى ممكنة عامة زائد ممكنة عامة تدينا ممكنة إيه؟ خاصة. ليه بقى؟ لأن ده سلب الضرورة على الطرف المخالف، زائد سلب الضرورة على الطرف المخالف اللي هنا، يبقى كده سلب الضرورة عن الطرفين تدينا إمكان خاص اللي هو الجواز العقلي. بسيط، احنا زودنا الحينية بس، الحينية الممكن، الحينية الخاصة. زودنا الحينية، احنا قيدنا هنا الحينية المطلقة وخليناها حينية خاصة. بس. لكن هي مش مذكورة يعني في الكتاب ولا في الكتب المشهورات. حينية مطلقة زائد اللا دوام، يدينا حينية خاصة. بس. لكن هي مش مذكورة يعني في الكتاب. كده فهمنا الموجهات ماشيه ازاي. بعد كده لسه بقى في شغل ثاني في الموجهات، يعني في النقائض والعكوس، لكن ده يعني صعب شويتين. طيب، قال: واعلم انه لا بد لنسبه القضيه من كافيه في نفس الامر وتسمى ماده. واضح الكلام؟ تمام. واللفظ الدال عليها جهة، يعني يسمى اللفظ الدال على المادة جهة، فإن ذكر في القضية سميت موجهة. طيب كده الكلام انتهى، هيبدأ بقى يبين ماهية الكيفيات، ما هي الكيفية التي تقع في القضية. قال: وتلك الكيفية هي الضرورة والإمكان، يعني الإمكان الإيه؟ العام، والدوام والإطلاق. يبقى الضرورة واللا ضرورة، والدوام واللا دوام، أيهما أعم؟ الإمكان العام أعم من الإطلاق، والإطلاق أعم من الدوام، والدوام أعم من الضرورة. صح؟ الدائم قد يكون ضروريا وقد يكون غير ضروري. صح؟ والشيء الذي هو حاصل بالفعل أو ثابت بالفعل إما أن يكون على وجه الدوام أو لا. صح؟ يبقى هذا على هذا الترتيب، يبقى ضرورة، دوام، إطلاق، إمكان. الضرورة أخص والإمكان الإيه؟ أعم. طيب، قال: وعدد المتأخرون القضايا باعتبارها، يعني باعتبار الايه؟ باعتبار تلك الكيفية، باعتبار تلك، قال: وباعتبارها إلى 13، ترجع إلى 4 أقسام: ضروريات، والدائمات اللي بسموها الدوائم، والممكنات، والمطلقات. تمام؟ الضروريات، قال 4 أقسام. الأول الضروريات الخمس، الضرورية المطلقة اللي هي أول واحدة هنا هي، والمشروطة العامة هي ضرورية مطلقة زائد وصف للموضوع، زائد وصف للموضوع. تمام؟ قال: والمشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة دي موجهة مركبة، تتكون من مشروطة عامة زائد قيد اللا دوام. كده واضح الكلام ده؟ قال: والوقتية والمنتشر، أي والوقتية الخاصة والمنتشر الخاصة، اللي هي كانت وقتية مطلقة ومنتشرة مطلقة زائد قيد اللا دوام. واضح كده؟ طيب، يبقى هو كده ذكر كم ضرورية؟ 5، وساب كم من الضروريات؟ احنا ذكرنا 8، يبقى ساب 3. كويس كده؟ لا، ضروريات عندنا ضرورية ووقتية ومنتشرة ومطلقة ومشروطة عامة، وخدنا من 3 منهم 3 مركبات. طيب، قال: الثاني، أي القسم الثاني من أقسام القضايا الموجهة، الدوائم الثلاث اللي هي الدائمة المطلقة، وخدنا من الدائمة المطلقة إيه؟ لا، ما خدناش منها موجهة. طيب، الدائمة المطلقة طلعنا منها العرفية المطلقة إذا قيدنا الموضوع بوصف، وبعد كده بقى خدنا من العرفية العامة عرفية خاصة إذا قيدناه بالله، بالله ضرورة. كويس؟ بالله ضرورة يا راجل، لا بالله ضرورة، العرفية الخاصة. طب نبص في الحاشية،
قيد لا دوام. نعم. طيب اصلحه. طيب قوم صلحه كده يا شيخ. شكرا. طيب قال الثالث يعني والقسم الثالث الممكنتان، وهي الممكنة العامة والممكنة الايه الخاصة، وترك الحينية الممكنة. طيب قال الرابع المطلقات الثلاث، المطلقة العامة اللي هي الفعلية، ثم إذا قيدت باللا دوام كانت وجودية لا دائمة، إذا قيدت باللا ضرورة كانت الوجودية لا ضرورية. كده الكلام ده واضح، والأمثلة كلها والتفصيل هتلاقيه في الايه في الحاشية، واحنا تعرضنا للدرس اللي فات. قال وبيان هذه القضايا وتمييز بسيطها من مركبها مذكور في المطولات، وقد أفردنا ذلك وما يتعلق به بمنظومة وشرحها. أظن يعني اسمها اللآلئ، اللآلئ المنثورات في نظم الموجهات، ولا ده شرحها؟ شرحها أظن. عموما هي مطبوعة، مطبوعة على هامش رسالة في الموجهات للشيخ عبد الله المنوفي أظن، بس مش الشيخ الأزهر. طيب قال فليرجع إليهما يعني إلى المنظومة وشرحها، ولعل المصنف تركها لعدم لزوم ذكر اللفظ الدال على الجهة، فإذا لم يذكر اللفظ الدال على الجهة فلا تكون القضية إيه؟ موجهة. طيب قال وترك تفسير الرابطة لعدم لزوم ذكرها في جميع اللغات، وإنما يلتزم ذكرها الفرس، مع أن لغة العرب تستغني عنها كما ذكره الإمام السنوسي بالإعراب. يبقى العرب يستغنون عن الرابطة بالإعراب، لكن اللغة الإنجليزية مثلا لا تستغني عنها مطلقا، اللي هو verb to be. تمام. طيب قال وترك المنحرفات لعدم كثرة نفعها. ما هي القضية المنحرفة؟ احنا قلنا ان أداة السلب ان السور يجعل ايه داخل السور، لفظ السور يكون داخل على الموضوع، لان احنا قلنا تقسيم الكلية القضية الى شخصية وكلية وجزئية ومهملة باعتبار الموضوع، فالسور يكون داخل على الايه الموضوع. لكن اذا دخل السور على المحمول بقت منحرفة. تمام. الشيخ الصباني يقول اعلم ان حق السور ان يقترن بالموضوع الكلي، يبقى لا مطلقا موضوع كلي بس. قال واقترانه بالموضوع الجزئي اللي هو بقى زيد، كل زيد عالم مثلا. قال او المحمول مطلقا سواء كان كليا او جزئيا، مع انه لا يحمل الا الكليات. قال هو الانحراف، هذا هو الانحراف. ثم بقى ذكر التكذب متى وتصدق متى، وهذا يرجع فيه لمختصر السنوسي ذكره وفسره واطال فيه. ايوه لكن ده انحراف، هذه ليست قضيه مستقيمه، قضيه منحرفه. قال وترك المنحرفات التي جعل السور جزءا من موضوعها الجزئي او من محمولها كليا كان او جزئيا، ودي اصلا يعني لا يعني فائدتها تكاد تكون منعدمه في العلوم، يعني مش هتستخدمها في الاقيسه، مش هتستخدمها في المناظرات ونحو ذلك. طيب قال وترك المنحرفات لعدم كثرة نفعها، وإنما تذكر تدريبا للطلبة وامتحانا للأفكار. كده الكلام ده واضح. قال ولما فرغ من تقسيم الحملية أخذ في بيان الشرطية وأقسامها فقال، أين على التعليق فيها قد حكم. طيب نقرأ شوية كده. الوقت قد إيه يا شيخ علي؟ ها؟ لا خلينا نكمل شوي، احنا ما عندناش نص ساعة. مش مشكلة. ماشي هنظبطها، احنا قاعدين لما نقعد بس. طيب القضية. تنقسم إلى حملية وإلى إيه؟
شرطية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية. القضية الحملية احنا قلنا هي التي حكم فيها بثبوت شيء إلى شيء أو نفيه عنه، تمام، اللي هو من حلت إلى مفردين أو ما في قوتهم أو ما تركبت من مفردين أو ما في قوة المفردين، تمام. القضية الشرطية بقى هي التي حكم فيها بثبوت نسبة، بثبوت نسبة بين القضيتين أو بعدمها. حكم فيها بثبوت نسبة أي علاقة وارتباط بين قضيتين، يبقى لا تتكون إلا من قضيتين، تمام، أو بعدمها، لا في السلب، أو بعدم نسبة بين قضيتين، تمام. طيب إذا مثاله إيه؟ إن طلعت الشمس فالنهار موجود، إن طلعت الشمس فالنهار موجود. هذه قضية طلعت الشمس قضية حملية، النهار موجود قضية حملية، حكمنا فيها بثبوت نسبة وعلاقة وارتباط بين قضيتين. ما هذه النسبة؟ إما التصاحب، يبقى النسبة دي اللي هي بين القضيتين في القضية الحملية الشرطية، إما تصاحب وإما تنافر، إما تصاحب وإما تنافر، يعني عناد، يعني عدم اجتماع، يعني عدم تلاقي، ما اتفقوش مع بعض أبدا، لكن دي تصاحب، متصاحبتان، إما على وجه اللزوم يعني لا تنفكان أبدا، وإما لا على وجه اللزوم. إن طلعت الشمس فالنهر موجود، بينهما تصاحب أو لا؟ بينهما تصاحب، لكن إن قلت لك العدد إما زوج أو فرد. أولا هي قضية شرطية ولا غير شرطية؟ نبص، العدد زوج قضية، العدد فرد قضية، تمام؟ طيب يبقى دي قضية تألفت من قضيتين وحكم فيها بثبوت نسبة بين قضيتين. أين النسبة؟ أين النسبة التي بين القضيتين؟ التنافر. هل يمكن أن يكون العدد الواحد زوج وفرد معا؟ يبقى ثمة التنافر بين هذه القضية، بين قضية العدد زوج وبين قضية العدد فرد، ولا لا؟ لا يجتمعان، وكذلك لا يرتفعان، في ارتباط قوي. يعني هل يصح أن يكون العدد لا زوج ولا فرد؟ ها؟ ما يبقاش عدد، الصفر مش عدد أصلا، الصفر ده عدم، تمام كده يا مشايخ؟ يبقى ثمة نسبة وعلاقة بين قضيتين ولا لا؟ كده واضح التعريف القضية الشرطية مطلقا؟ طيب، وقلنا النسبة اللي بين قضيتين إما تصاحب وإما تنافر، الكلام ده هيبني عليه بقى اللي جاي. طيب يا مشايخ، هيجي يا مولانا، هيجي. طيب الشرطية اللي القضية الايه لها كم قسم، تتألف من كم قسم؟ نبص، إن طلعت الشمس فالنهار موجود، العدد إما زوج أو فرد. طيب، احنا تقدم معنا أن القضية الحملية تتألف من موضوع ومحمول ونسبة، زيد هو قائم، صح؟ كذلك القضية الشرطية،
تتألف من مقدم اللي هو ما يقوم مقام الموضوع، وتالي، ورابطة. تمام؟ الشرط مع الفاء إما مع أو، اسمها إيه؟ الرابطة. يبقى تتكون من مقدم وتالي ورابطة، موضوع ومحمول ورابطة. طيب أين المقدم وأين التالي؟ إحنا قلنا في القضية الحملية المحكوم عليه هو الإيه؟ هو الموضوع. المحكوم عليه هو الإيه؟ الموضوع. يعني إذا قلت لك زيد قائم، أين الموضوع وأين المحمول؟ آدي موضوع وآدي المحمول. طيب إذا قلت لك قام زيد، أين الموضوع؟ برضو زيد، وأين المحمول؟ قام. يبقى في القضية الحملية الموضوع هو المحكوم عليه، فهو المقدم رتبة وإن ذكر مؤخرا. يبقى نقول الجزء الأول من القضية الحملية الإيه؟ الموضوع، وإن ذكر آخرا. طيب هل الكلام ده يأتي معنا في القضية الشرطية؟ هنبص. احنا كده عرفنا ان ده مقدم وده تالي، وده مقدم وده تالي. هل مطلقا يعني ممكن اقول النهار موجود ان طلعت الشمس؟ ها؟ قالوا لا. ديت كما سياتي دي هنسميها قضية متصلة شرطية ايه؟ وده هنسميها منفصلة، وهنجي لكم ليه. المتصلة ما بعد أداة الشرط هو المقدم وإن ذكر آخرا. ما بعد أداة الشرط هو الايه؟ وإن ذكر آخرا. أما في المنفصلة فالأول هو المقدم مطلقا، لأن في تنافي بين الجزئين، ده ينفي ده وده بينفي ده، لا يجتمعان أبدا ولا يجتمعان مثلا في هذه القضية. تمام؟ فالترتيب لا فائدة منه، لكن هنا لا في فائدة. واضح كده الكلام ده يا مشايخ؟ طيب المتصلة ما بعد الأداة هو مقدم وإن ذكر مؤخرا. أما في المنفصلة ما ذكر أولا هو المقدم مطلق. صح كده؟ خلاص كده؟ طيب احنا بنقول بقى ان القضية الشرطية تنقسم الى منفصلة والى متصلة. قبل ما نتكلم عن التقسيم، الشرطية دي مأخوذة منين؟ من الشرط. صح؟ وما الشرط؟ صح؟ تعليق أمر على أمر. إن جئتني أكرمتك، إن زرتني زرتك أو أكرمتك. طيب إذا قلت لك العدد إما زوج أو فرد، هل ثم شيء معلق على شيء هنا؟ لا ما فيش. لكن إن طلعت الشمس فالنهار موجود، طلوع وجود النهار معلق على طلوع الشمس، ففي تعليق، لكن هنا فيش تعليق. تمام؟ اعرف دي وخليها دلوقتي. تمام؟ يبقى ديت فيها تعليق ودي ايه؟ لا تعليق فيها. القضية الشرطية تنقسم إلى متصلة وتنقسم إلى منفصلة. ما القضية الشرطية المتصلة؟ هنقول هي التي حكم فيها بصدق قضية
على تقدير صدق أخرى. يعني إيه صدق؟ الصدق في المفردات معناها الإيه؟ الحمل، صح؟ لكن في القضايا معناه التحقق والوجود. امسك القضايا ديت، إن طلعت الشمس فالنهار موجود، حكم في هذه القضية بصدق ووجود التالي على تقدير صدق ووجود الايه المقدم. واضح كده يا شيخ؟ فدي تسمى قضية شرطية متصلة. كويس كده؟ طيب، لكن لو قلت ليس، ليس إن طلعت الشمس عشان تبقى صادقة فالليل موجود، ها اصبر، هتبقى بقى ده التعريف للمتصلة الموجبة. لكن لو كانت سالبة هتقول هي التي حكم فيها بعدم صدق. قضية على تقدير صدق قضية أخرى. ليس يا مشايخ، خد بالك، النفي مسلط على التالي. القضية الإيه؟ المتصلة. النفي مسلط على التالي. نكتب ونشوف. إن طلعت الشمس، ليس إن طلعت الشمس فالليل موجود. الليل موجود لا يصاحب طلعت الشمس. لأن احنا قلنا القضية الحملية هي التي حكم فيها بتصاحب الايه؟ تصاحب قضيتين. وده معناه إذا حكمنا بصدق قضية على تقدير أخرى. وهذه والقضية المقدمة مفروضة الصدق غالبا ودائما. تمام؟ يبقى قضية المتصلة السالبة هي التي حكم فيها بلا صدق أو بعدم صدق قضية على تقدير قضية أخرى، فيكون السالب مسلط على الإيه؟ على التالي. واضح كده يا مشايخ؟ لا. طيب، القضية المنفصلة كده، الأمثلة دي نمسحها مش عايزينها، صح؟ طيب، القضية المنفصلة هي التي حكم فيها بتنافر قضية مع أخرى. حكم فيها بإيه؟ بالتنافر بقى، يعني عدم الاجتماع. فالعدد زوج، تكتب كده العدد زوج، مش ده اللي يفهم من القضية الأولى؟ الثانية وفرض، أو دي حولها هو وفرض. ينفع اجتماع الزوج بالفرض؟ تنافر عدم اجتماع، يبقى هذه قضية منفصلة حكم فيها بإيه؟ بالتنافر والانفصال، هذا منفصل عن هذا. سميت شرطية لبقى، شرطية مأخوذة من الشرط، والشرط تعليق أمر على آخر. وفي المتصلة التعليق ظاهر، في المتصلة التعليق إيه؟ إن طلعت الشمس فالنهار موجود، طلوع النهار ووجوده مشروط ومعلق على طلوع الشمس، وجود الليل مشروط بعدم طلوع الشمس، صح كده؟ في تعليق ولا فيش تعليق؟ لكن هنا أين التعليق؟ قالوا حاجتين، قالوا إما سمينا المنفصلة شرطية حملا لها على المتصلة لأنها تشبهها. شبهها في إيه؟ مش دي فيها مقدم وتالي ورابطة؟ دي فيها مقدم وتالي ورابطة.
مش دي فيها ربط بين قضيتين؟ دي فيها ربط بين قضيتين بس ربط بالتنافر. ده جواب. جواب تاني، قالوا لأن القضية المنفصلة تستلزم قضايا متصلة كمان. ازاي؟ دلوقتي العدد اما زوج او ايه؟ او فرد. مش ده ممكن نطلع منه نقول كلما كان العدد زوجا فلا يكون فردا، كلما كان العدد فردا فلا يكون زوجا، كلما كان العدد غير فرد كان العدد فردا، غير فرد وهكذا، كلما كان العدد غير زوج كان العدد زوجا. يبقى القضية المنفصلة تستلزم قضية ايه؟ متصلة. عشان كده سميناها ايه؟ شرطية، لان فيها تعليق اهو، صح؟ او التسمية اصطلاحية. هم علماء المنطق قالوا هنسمي هذا حمار، هذا القلم هنسميه حمار، هم سموه كده، حد يشركهم؟ ده اصطلاح، فيبقى التسمية حقيقية ولا لا؟ طيب فهمتم كده يا مشايخ؟ الجواب الاولاني ان احنا سميناها حملا لها على المتصلة لمشابهتها، وده استعارة وده مجاز، تسمية مجازية. ليه؟ لأنها مؤلفة من مقدم وتالي ورابطة، وبين طرفيها ربط بالتنافر، كما أن هذه مكونة من مقدم وتالي ورابطة وبين طرفيها ربط بالتصاحب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.